يقول السائل: نلاحظ عندما نذهب إلى المقبرة لدفن بعض الأموات يقوم بعض المسلمين ويقول وحدوه، وأكثرهم يقول لا إله إلا الله، وبعضهم يقرأ على الميت سورة ياسين. نرجو التنبيه على ذلك أثابكم الله. كل هذه الأمور من البدع، قول وحدوه ورفع الصوت بلا إله إلا الله وقراءة القرآن، كل هذا من البدع، ما ورد هذا. اللي يشيع الجنازة يمشي بسكينة ويدعو للميت ولا يرفع صوته، ويشارك في دفنه إن تمكن، وإذا انتهى من الدفن يقف على القبر ويستغفر له ويسأل له التثبيت. هذا الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.